جوان 2017 أخذت صناعة الهواتف النقالة في الجزائر منعرجا، إذ وبعد غلق استيرادها مشت علامات عالمية لتركيبها بالجزائر لتضاف لعدد من العلامات الوطنية لتمر الجزائر للتصدير، ولترفع هذه الشعبة من حجم صادرات الجزائر من المنتجات الإلكترونية. في الإلكترونيك تحقق هذه الصناعة هي الأخرى تقدما ملحوظا من سنة لأخرى مع نسب إدماج عالية، أصبحت قادرة على تلبية جزء كبير من احتياجات الجمهور العريض. شهدت صادرات هذا الفرع قفزة في 2018 لتصل إلى 100 مليون دولار في 2018 مقابل 60 مليون في 2017، أي بزيادة 70%. من لا يتقدم يتأخر، قاعدة يعمل بها مصنعو الهواتف النقالة في الجزائر الذين طالبوا الوزارة المشي معهم للمرور لمرحلة جديدة من التصنيع تكون فيها نسبة الإدماج أكبر. vers un régime saccadé où initialement on peut fabriquer les cartes mères localement et par la suite on aura plus d'intégration. هذه راح تسمح لنا باش non seulement نطوروا التكنولوجيا في السوق الجزائرية، نقصوا الكلفة تاع المنتوج، وبالتالي كما راكم تشوفوا في السوق الجزائرية الحمد لله احنا ايريس فرضنا الهواتف تاعنا هواتف ذات جودة عالية بسعر في متناول الجميع. حاجة ثانية، هذه راح تسمح لنا باش نرجعوا الهاتف النقال المصنوع محليا، نرجعوه هاتف لصالح للتصدير. تطور كبير عرفه مجال صناعة الهواتف النقالة، فبعدما كان الجزائريون لا يتكلمون إلا بهواتف أجنبية الصنع، ها هي الآن الهواتف المحلية تصدر لبعض الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة.